متابعين كاريتاس ونحن الام تي في وانتو مشاهدينا معنا ومع كل الناس يلي اليوم بحاجة لمساعدتنا. القسم الصحي بكاريتاس بفتكر من أكثر الأقسام يلي معروفة بلبنان ومن أكثر الأقسام يلي هن ناشطين فعلا بالمساعدات الصحية. خلينا ناخد كل التفاصيل من ديان دوحلو. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مسؤولة عن القسم الصحي بكاريتاس لبنان، بدنا ناخد فكرة شاملة شوي عن خدماتكم عن وجودكم أيضا. بونجور. قسم الصحة بكاريتاس لبنان بلش سنة 1972، من وقتها ما تأسست كاريتاس، كبر مع السنين تا اليوم عم بضم 10 مراكز صحية و7 عيادات نقالة. الهدف من الخدمات الصحية بنقدمها هي أكيد معالجة الأمراض، بس بذات الوقت الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة. الخدمات الصحية أبرزها استشارات الطبية من جميع الاختصاصات، رعاية تمريضية، طب أسنان كمان بكل العيادات والمراكز، صحة نفسية، فحوصات تشخيصية، حملات توعية، برامج صحية بالمدارس. دونك الخدمات كتير واسعة. اللي لفتني شوي هو العيادات المتنقلة يلي هن مثل هيك مستوصف صغير عم بيكون عم يمشي بين المناطق، كيف بتتنقلوا بأي مناطق وليه اقترحتوا أو عندكم هالخدمة هيدي؟ هيدي خدمة مزبوط كتير أساسية، مبلشة من سنين طويلة، بنبرم بأكثر من 400 منطقة بلبنان، بنقصد المناطق اللي ما فيها غير مراكز صحية. نعم. يعني بنقصد مناطق ما فيها مستوصفات، ما فيها أوض صيدليات، مستشفيات، تنكون على القليلة عم نأمن الخدمة الصحية الأولية اللي بنسميها رعاية صحية أولية. بنروح بيكون معنا طبيب، بيكون معنا ممرضة، وأكيد بنقدم الاستشارة الطبية، الأدوية، وكل حالة بتتطلب يمكن متابعة زيادة بنكون عم نحولها لأقرب مركز. نعم. بحاجة إلى، لأنه بتعرفي هلأ يمكن المريض أوقات بيستصعب يقصد مركز يمكن ما عنده يمكن حق التنقل او يمكن ما عنده اوبسيون حدا يساعده حتى يروح. كثير اساسيه هيدي الخدمه عنا. اكيد. نعم. دكتور كارين فخالي، اختصاصي طب عائلي، وجودك مهم جدا بكاريتاس. خلينا هيك اول شيء يعني ناخذ فكره عن الخدمات او الدور اللي بتلعبي به هالقسم الصحي بكاريتاس، وليه اخترتي انه تكوني عم هيك تشتغلي بهالمؤسسه؟ بونجور رانيا. اكيد التطوع بكاريتاس هو خلاني من خلال كاريتاس اكيد حقق رسالتي كطبيبه بخدمه المجتمع والاشخاص المحتاجه. اكيد هذا دور كثير مهم. ليه كاريتاس؟ لانه كاريتاس مؤسسه كثير كبيره على نطاق كل لبنان، شاركت معهم بالعيادات النقاله، كثير بنعمل اكيد نشاطات لنساعد العالم. طب العائله هو اكيد اول شخص طبيب العائله لازم يشوفه المريض. هيدا البروسيدجر لازم تكون بحالة مراكز رعاية صحية أولية، وكاريتاس من الأساس من الأول تمشي بالطرق اللي أكيد صحيحة، نشوف المريض أول شيء، طبيب العائلة بشخص الحالة، وأكيد إذا بوجه إذا بحاجة يوجه. والحلو بكاريتاس إنه عنا كل الاختصاصات وفريق عمل كامل متكامل، يعني ما بنلاقي صعوبة. بتأمنوا أيضا الأدوية؟ أكيد. إلى أي حد يعني؟ بتتابعوا مع المريض أكيد. أو بتقدروا تعطوا لفترة معينة؟ في أدوية على طول الأدوية موجودة، وأكيد عندنا كثير بوسيبيليتيز، يعني هذا الشيء كمان بيريح المريض. نعم. يعني توصفي له دواء يكون أنا موجود. بدي أقول إنه يمكن من أكثر الاتصالات اللي عم توردنا اليوم هن لتأمين أدوية، أيضا الحالات اللي انوجدت معنا كثير من الاتصالات عم توردنا. نعم. ومشكورين كل الأشخاص اللي عم يتبرعوا وما عم بحبوا يقولوا حتى اسمهم، يعني بمبالغ هيك صغيرة متوسطة وسطة، يعني هولي فعلا بيأثروا بكل الناس. وبدي أشكر كل شخص عم يتبرع وعم يتكفل بحالة أيضا مرضية. بدي انتقل أيضا وأحكي دكتور ميشيل داهر مع حضرتك كاختصاصي طب نفسي عن الحالات النفسية اللي موجودة حاليا. بعرف أنه الوضع عم بيتأزم شوي أكتر مع الأزمة اللي موجودة وأهمية هالقسم. يعني عادة نحن منروح على المساعدات الأولية فعلا، يعني الأشياء الطبية، الأكل، الشرب وغيره. ليه موجود هالقسم بكاريتاس وشو أهميته؟ بونجور رانيا. معك حق، نحن مش معودين أنه نطلع أنه الصحة النفسية هي من أول الأشياء اللي لازم يطلع فيها الواحد، بس حاليا بنحكي انه الصحه النفسيه هي جزء ما بيتجزأ من الصحه بالمطلق. نعم. مشان هيك نحن بنعتبرها هي وكاريتاس مصرين انه هي تكون شيء اساسي ضمن الخدمات اللي بيقدموها.
ليه أهمية هالخدمة اللي احنا بنقدمها هلا بكاريتاس؟ لأنه احنا بنعرف إنه عادة العالم يلي ما بتجي تطلب خدمة للصحة النفسية عادة عندها كذا أسباب. أولا في وصمة العار يلي العالم بتحسها والمفاهيم الخاطئة. تاني شيء في الكلفة العالية اللي بنعرفها للخدمات الصحة النفسية، وكاريتاس عم بتقدم هيدي الخدمة بالمراكز تبعها بكلفة كتير مقبولة أو أوقات بلا كلفة. مش بس عم بتقدم وجود طبيب نفسي، كمان دي كاريتاس عم بيكون في خدمة صحية متكاملة ضمنها، في الطبيب النفسي بيقدموا أدوية، بيقدموا خدمة العلاج النفسي، علاجات النطق، علاجات الحس الحركية. واو، يعني مع أورتوفونيستيكو ماتريسان وأيضا معالجة نفسية، علما أنه المعالجة النفسية بدها وقت. صحيح. يعني بدها متابعة وبدها وقت. تقدروا تتابعوا كمان يعني مع كل حالة بيكون فيها المعالج النفسي وكأنه نحن يعني أخدين هالشخص private. أكيد أكيد، الفريق المتكامل اللي كان عم بيحكي عنه دكتور ميشيل موجود بكل مراكزنا وبيشتغلوا بطريقة متكاملة وبينسقوا مع بعض، مش هيك بنسميها إكيب ملتي ديسيبلينير، تا نحكي يعني حتى نكون عم نقدم المعالجة لكل مريض حسب حاجته. نعم. رانيا ما بعرف إذا رح نقدر نشوف على الشاشة ليستة المراكز كمان وأرقام التليفونات. بحب أذكر إنه نحن بنفتح كل يوم بنص الجمعة من 8 للتنتين، وحتى في أكثر من نص المراكز بتفتح بعد الظهر تتأمن الخدمة للعالم اللي بتشتغل أو للتلاميذ اللي بتكون قبل الظهر بالمدرسة. نعم. إذا بقدر هيك زيد شغلة واحدة، أنه نحن بأيامنا مش لازم بقى ومش مسموح يكون في مريض بحاجة لمتابعة صحية وما يقدر يعملها كرمال سبب مادي. نعم. يعني على طول بنسمع ما لح روح عند البسيكيات أو ما لح روح عند الحكيم لأنه الكلفة عالية، مش هيك عن جد بشجع العالم يقصدونا بمراكزنا، كل السيرفيس موجودين. نعم. والفريق متكامل تحت. نحن رح نشوف هالتقرير اللي حضرته لنا اياه اللي بفسر كمان بعد مع تفاصيل اكثر عن القسم الصحي. من سنة 1972 ولغاية اليوم كان احد اهداف كاريتاس لبنان الأساسية تأمين الرعاية الصحية الأولية لكل فرد وأسرة موجودين على مختلف الأراضي اللبنانية. لهالغاية تم إنشاء 10 مراكز صحية وتجهيز عدة عيادات جوالي. أكثر من 170 طبيب من أصحاب الكفاءة والاختصاص و20 ممرض بيتعاونوا لتأمين حوالي 700 ألف خدمة صحية سنوياً لأكثر من 75 ألف مستفيد. الخدمات الصحية بتتضمن توعية المواطنين وإرشادهم صحياً، وضع الحلول المناسبة للسيطرة والقضاء على المشاكل الصحية، ضمان التغذية الجيدة، تقديم خدمات الأمومة والطفولة، معاينات طبية من جميع الاختصاصات، توفير الأدوية الأساسية، مكافحة الأمراض السارية، التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية خاصة أمراض الأطفال، طب الأسنان، تقويم نطق وحركة نفسي، فحوصات تشخيصية، رعاية تمريضية، حملات توعية، برامج الصحة للمدارس. كل هالخدمات تعتمد معايير الجودة العالمية خاصة المعتمدة من وزارة الصحة اللبنانية. لأنه كل شخص بيستحق حياة أفضل بيبقى الفرد محور الاهتمام الأول بقسم الصحة بكاريتاس لبنان، وبالتالي كل خدمة منقدمة أو عمل منقوم فيه بيتوجه للاحتياجات الصحية الخاصة لكل فرد. يعني ديان اللي عم نشوفه هو الأهم، هو غير أكيد استشارة الطبيب هو المعالجة وخصوص العلاجات الدائمة. يعني كيف عم تقدروا تأمنوا كل هالأدوية وكل هالعلاجات؟ نحن في مصدرين إذا بديك للتمويل وتنقدر نأمن الأدوية وغيرها. عنا مشاريع بنعملها مع غير كاريتاسات بالعالم من خلال كتابة مشاريع ومنقدمهم، بيجينا تمويل معين من كاريتاس بالعالم. في تمويل من لبنان، صراحة نحن عنا مساهمة سنوية من وزارة الصحة اللبنانية بمبلغ معين لكاريتاس لقسم الصحة.
هلا اكيد المصدرين منهم على طول كافيين تيامنوا كل الحاجات والمدفوعات اللي بحاجه الى القسم. هون عن جد كمان بشكر عن جد كل اللي عم بيتطوعوا وتطوعوا واللي عم بيتقدم اللي عم بيقدم مساعدات لقسم الصحه بكاريتاس. دكتور فخالي، اليوم شو اكثر الحاجات شفنا كثير حالات سكري، هل هي الأكثر شائعة بين الأمراض؟ هو إيه، عم نشوف كتير سكري، منشوف ضغط، كوليسترول، أيام أمراض قلب، يعني هولي كلهم بيجوا من القصص الملادي كرونيك منسميهم، ونحن أكيد منعالجهم. بس في كتير سكري وللأسف لأنه مرض مزمن ومش عطول متوفر لعلاج، والعالم تهموا الحالة، منوصل لمراحل متقدمة كتير، يعني بيبقى في خطر الانتحار اليوم مثل ما عم نسمع حكيم. هلا ما عنا ارقام كثير دقيقه، بس اللي عم نعرفه انه بالازمات وقت تزيد نسبه الفقر والبطاله والازمات الاجتماعيه بتزيد مشاكل الصحه النفسيه، والاشخاص اللي كانت قادره تتعامل مع هالمشاكل بهيك ظروف يمكن بتبطل قادره تتعامل مع المشاكل وبتزيد الامراض النفسيه. بس اكيد في طلب اكثر على الصحه النفسيه وطلب المساعده، بس ما بنعرف بعد اذا الارقام عن جد الانتحار عم بتزيد ولا بس الطلب للمساعده. على كل حال الارقام كلها عم تمرق على الشاشه، وفروع مراكزكم كمان موجوده على الشاشه، ما حدا يستحي يعني يطلب المساعده، بالعكس انتم هون اليوم لحتى تقولوا للناس تفضلوا لعنا، نحن جاهزين انه نساعد الكل ونحضن الكل. بدي لكم يعطيكم الف عافيه ديان دوحلو مسؤوله القسم الصحي بكاريتاس، دكتور كارين فخالي اختصاصي طب عائلي، ودكتور ميشيل ظهر اختصاصي طب نفسي. نحن رح ننتقل هلا لعند ألا لنتابع ايضا مع الحالات الاجتماعيه والصحيه يلي موجوده. ألا رح الخط، رح الخط رانيا، اذا ما عم بسمعك حاليا رح الخط، ما بعرف اذا نحن صرنا على المباشر، كيف نعرف؟ نحن على المباشر ألا، ما بعرف اذا عم تقدر تسمعني. نعم ألا، نحن اكيد رح نتابع مع الزميل ألا درغام لا حتى نشوف كل المستجدات، وهلا رح ننتقل لقسم الاخبار بهالوقت.